إلهنا يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا باعث الأموات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا خالق الأرض والسماوات، يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، عافنا في ديننا، عافنا في دنيانا، عافنا في أبداننا. اللهم إنا نعوذ بك من مس الضر، وامنن علينا بدوام العافية والستر. لا تشمت أعداءنا بدائنا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا. اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، ومكر الماكرين، وشر المتربصين. اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا منيعا وحصنا حصينا. اللهم إنك أقوى منهم شأنا، وأعز منهم سلطانا، فاكفنا يا ربنا شرهم، وادفع عنا ضرهم. إلهنا هربنا إليك، توكلنا عليك من كل من أرادنا بسوء من الجن والإنس، أو قريب أو بعيد، أو ذكر أو أنثى. اللهم اكفنا شر من نصب لنا كيدا، اللهم اكفنا شر من نصب لنا كيدا، وبسط لنا بالسوء يده. اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين والمسلمات، ولكل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا، من كان منهم يشكو مرضا أصابه، قد طال أمده وأشغله في صحوه ومنامه، يا اللهم اكتب له شفاء عاجلا، شفاء عاجلا وفرجا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك ترى داءنا وتعرف دواءنا، فاجعل دواءنا يغلب داءنا، فاجعل دواءنا يغلب داءنا. يا الله يا الله، اكفنا شر ما أهمنا وما لم يهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم زايدنا وبارك في خليفتنا وسدد على الحق محمدنا ومحمدنا، وانصر جنودنا وارحم شهداءنا وأدم عز إماراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.